السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي صامودي. النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال فوائد لحن الارانب، اللي غالبية الناس كي ياكلوا لحم الارانب وما عارفين القيمة الغذائية ديالها. لحم الارانب غني اولا بالبروتينات، كاع المواد اللي كاينة في اللحوم العادية، يعني لحم الخروف ولا لحم البقر ولا اي لحوم كاينه فيهم البروتينات، كذلك لحم الارانب. ولكن الغريب في الامر ان سبحان الله ان لحم الارانب مفضل الله على جميع اللحوم، وهو فيه الاوميغا 3. هذه الماده اسمه المنفعه ديالها على جسم الانسان. هذه الماده كتصلح للناس كبار السن، و يعني الوليدات الصغار. اسمو المنفعه ديالها انها كتنشط الذاكره، يعني الناس اللي كيكونوا كبارين وكيبداو عندهم بما يسمى بالزهايمر، اللي كيقولوا الزهايمر، الناس كيبقاو ينساو، يعني كثرت المشاكل ولا مرض كيجي ان صافي الذاكره كتبدا تعيا. الاطباء، انا على البحوث ديالي اللي درتها في الانترنت، الاطباء كينصحوا بلحم الارانب ان هو ينشط كما قلت لكم اوميغا 3، ما كايناش في شي انواع اخرى من اللحم، كاينه غير في لحم الارانب سبحان الله. هذه الماده تصلح حتى الوليدات الصغار اللي كيكونوا كيقراو، كتفتح لهم العقل ديالهم، الذاكره ديالهم كتنشط، كيوليو يقراو مزيان، كيوليو يقدروا يحفظوا مزيان، كيوليو الذاكره ديالهم ماشي خاموله، لا كتولي تبارك الله كتولي نشيطه. والناس اللي كي يهضروا على الارانب، يعني الاكل ديالهم، الا اكلتيهم الماكله، كاين فرق ما بين الماكله يعني البلديه، يعني كاين اللي كيعطيهم الشعير والذرة وما الى ذلك، وكيقول لك لا حق راهم كابرين في الجبل، راهم احسن من الارانب الروميه العاديه اللي كتربى غير بالسيكاريم، كيسموه السيكاريم، ما كيعطيوش واحد القيمه غذائيه. لا، انا كنقول للناس، هاد الناس، انهم لحم الارانب كيسمو موكلتيه، هذيك الماده اللي كتكون فيه اللي قلت لكم ديال الاوميغا 3، هذيك راه كتكون في اللحم ديال الارانب كما بغى يكون النوع ديال الاكل ديالو هو. سبحان الله، الله عاطيه هذيك الخاصيه انه فيه هذيك الماده. هذه الناس اللي كيعرفوا القيمه ديالهم راه ما بقاوش، انا عندي الناس كنتعامل معاهم كيبغيو لحم الارانب وكيقولوا لي انهم كياكلوا غير لحم الارانب، ما بقى كاين اللي كياكل لحوم اخرى على حساب الكوليسترول، كاين اللي كياكل لحوم اخرى على حساب السكر، الناس اللي فيهم السكر. سبحان الله، اللحم الارنب فيه الخاصيات، جميع الخاصيات اللي كيبحثوا عليها الناس، يعني مولين السكر ولا مولين الكوليسترول وزياده على تنشيط الذاكره. يعني كاين الناس اللي كيبداو يعياو من كثره العمل، كثره الستريس اللي كيكون في الحياه اليوميه، كونوا متاكدين ان لحم الارانب راه ضروري لجسم الانسان. كما تكلمنا على اسمه كياكل الارنب، يعني وهاد الماده واش غادي تكون فيه الا كان كابر في الكاج، الا كان كابر في الارض، النوع ديال الماكله، داكشي كله ما عندوش اهميه، الاهميه انه لحم ارنب. اذا عجبكم الفيديو شاركوا معنا، وانا كنرحب بالتعليقات الطيبه ديالكم، وكنشكركم على انكم طلعتوا القناه، ودابا راه الحمد لله راها ولات مشهوره، والناس راهم كيطلبوا مني انني ندير فيديوهات اكثر واكثر، وان شاء الله خير جاي قدام. هذه المشاريع الصغرى انا كنصح الناس انهم يديروها لانها مفيده،
وانتم كتشوفوا حتى اللحوم ديال الارانب راهم عندهم واحد القيمه غذائيه، لما لا ما ديروهمش في ديوركم وتستافدوا من اللحوم ديالهم. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.